السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الحذاء الواسع والحذاء الضيق. لازم ناخد بالنا إن أنا عملت أكتر من لقاء عن الحذاء، فياريت اللي بيكتب أي رؤية عن الحذاء تحت الفيديو ده يشوف هو بيتكلم عن إيه. أنا الحذاء الأسود ولا الحذاء الضيق ولا الحذاء الرياضي ولا الحذاء الكعب العالي؟ فياريت اللي عنده حاجة في الحذاء خلاف اللقاء بتاع النهاردة يرجع للقناة هيلاقي الفيديوهات، لأن يا جماعة أنا بعاني من إن يكون في فيديوهات كتيرة موجودة على القناة ولاقي الأحلام تحت فيديوهات تانية. يعني كفاية إن إحنا بنرد على الناس في الأحلام اللي إحنا لسه ما عملناهاش، أو إن حلم واحد سمع الفيديو تبعه أو الفيديو الخاص بالحلم بتاعه ما لقاهوش فجالي فبيقول لي الحلم بتاعي مش موجود، فبالتالي ببدأ ارد عليه. فانا عندي رسائل على الواتس بالالاف، فياريت اللي بيكتب حلم يبدأ في البداية الاول يدور على فيديو على القناة خاص بالحلم تبعه، ياريت بس عشان تريحوني علشان اقدر اواصل معاكم. النهاردة هنتكلم عن الحذاء الضيق والحذاء الواسع. الكلام هيكون عموما ما فيهوش تخصيص لاي حد. فبالنسبه للحذاء الواسع يدل على الدين والحبس ومع شديد الاسف. يبقى الحذاء اللي انت تلبسه في المنام وتلاقيه واسع عليك دي رؤيه غير محموده، تدل على الدين وعلى الحبس ومع شديد الاسف. وكذلك الحذاء الضيق برضه غير محمود، يعني يبدو ان الحذاء كله رؤى غير محمودة، بس ده شر لابد منه ولازم نتكلم عنه، لان الحذاء من الاشياء المهمة جدا في المنام. الحذاء الضيق يدل على الهم والغم ومع شديد الاسف، لكن في الوسط كده نحط يعني حتة كويسة تبشر ان الحذاء الجديد دليل على الخير، دليل على الخير. في المقابل القديم هيكون دليل على الهم ومع شديد الأسف. الحذاء رؤيته دون لبسه يدل على المال. رؤية الحذاء إني أشوفه بس مش شرط إني أرتديه أو ألبسه، فرؤية الحذاء في المنام تدل على المال بخلاف ارتداءه. ارتداءه ده له معنى تاني. طيب بالنسبة نقطة للعزباء، ارتداء حذاء كبير يمكن دي الحاجة الوحيدة أو الحالة الوحيدة في الحذاء تعتبر محمودة وليست مذمومة. الحذاء الكبير على البنت العزباء زواج، ولكن في حتة برضو مش كويسة، زواج من رجل أكبر منها في العمر. يعني بالنسبة للمتزوجين الحذاء الواسع يدل على الدين، أما بالنسبة للبنت العزباء أو الشاب الأعزب لو شاف إن هو ارتدى حذاء كبير، مش شرط جديد ولا قديم مش موضوعنا، إنما الحذاء الكبير على البنت العزباء يدل على أنها سوف تتزوج. لحد هنا كويس، لكن الشيء اللي يعتبر يعني مش كويس قوي يعني ان هيتقدم لها هيكون كبير في السن. واحد يقول لي طيب ما هو طبيعي ان البنت بتبقى اصغر من الشاب اللي بيتقدم لها، يعني سنتين ثلاثة. لا انا بكلمك في 10-15 سنة. كلمة ان انا بقول ان هي هتتزوج برجل بشاب اكبر منها، هنا هو مش هيبقى شاب، ده هيبقى رجل كبير في السن يتخطاها بعشر خمستاشر عشرين سنة، ده معنى الكلام. والحذاء الصغير الضيق لها زوج فقير. معادلة ملخبطة، بس أنا بقول لكم اللقاء النهاردة مهم جدا، والله مهم جدا. يبقى الحذاء الكبير عند المتزوجين مش حلو، دين وحبس، والضيق هم وغم ومع شديد الأسف. لكن البنت العزباء كده حبينا نفسر فيها ان هي ممكن تبقى لابسه حذاء كبير وحذاء ضيق،
والاتنين كويسين في حد ذاتهم ان هم في الحالتين الاتنين زواج. لكن الزواج بالنسبة للحذاء الكبير بالنسبة للبنت العزباء رجل يعني هيتخطاها بسنين كتيرة اكبر منها، والحذاء الضيق بالنسبة للبنت العزباء برضو زواج، لكن الزواج ده هيكون من رجل فقير ومع شديد الأسف. قيل الحذاء الواسع الجديد يدل على سعة العيش، يعني دي حتة كده يعني سبحان الله بعض المفسرين حب يكرمنا بيها، إن الحذاء الكبير إذا كنا بنقول عليه إن هو دين وحبس، لكن لو كبير وجديد يبقى كويس سعة في العيش. وقيل أحيانا يدل على الراحة النفسية للرائي. أما الحذاء المريح وده أفضل الأحوال، الاستقرار، استقرار بقى مادي ونفسي واجتماعي زي ما أنت عايز تقول. قول الحذاء المريح استقرار بكل المقاييس. وقيل الحذاء الجديد سماع أخبار سعيدة. أما الغير المريح يدل على الشك في من حولك، هي مش وحشة يعني، لا هي لما تشوف حذاء غير مريح انت انسان بطبيعتك بتشك في كل اللي حواليك. اما الحذاء الغير مناسب، حذاء غير مناسب يعني ايه غير مناسب؟ يعني مثلا البس حذاء انا مش بحب الستايل ده غير مناسب ليا، مش مودي، مش ده اللي انا بلبسه. انت شايفه في المنام كده او انت شايف في المنام كده انه حذاء غير مناسب، دي معناها على ان انت شخص بتاخذ قرارات كتير خاطئة، او ان انت بتمشي في طريق يعني طريق غير صحيح. الطريق اللي انت ماشي فيه، شوف الرؤية، حذاء غير مناسب يبقى انت بتعمل حاجة غير مناسبة، او انت ماشي في طريق مش بتاعك هيعود عليك باشياء طبعا اكيد حاجات مش كويسة. فالحذاء الغير مناسب يدل على ان انت بتاخد قرارات خاطئة، او ان انت ماشي في طريق كله متاعب وده مش طريقك. فلما تشوف الحذاء الغير مناسب ابدأ شوف انت بتعمل ايه وارجع للي انت بتعمله. ارتداء الحذاء الغير متطابق. يعني ايه غير متطابق؟ يعني مثلا فردة من نوع معين وفردة من نوع معين ولابسهم في رجليك غير متطابق، او مثلا لابس الشمال في اليمين واليمين في الشمال، او الاثنين شمال او الاثنين يمين غير متطابق، يدل على المغامرة والتحدي. دي كويسة مش وحشة، رؤية مش غير محمودة، لا ده رؤية جميلة جدا. وقيل الحذاء الغير متطابق يدل على الفارق الذي بينك وبين شريك حياتك. معنى الكلام ان ممكن اكون انا متزوج واحدة اغنى مني او اعلى مني في المناصب، وظيفتها مثلا اعلى من وظيفتي، اغنى مني، نسبها وحسبها اعلى من النسب والحسب بتاعي، والعكس صحيح، يعني الرؤية للرجل والمرأة. فاذا كان الرجل شايف ان هي اعلى منه، احيانا من الممكن ان الواحدة تكون شايفة ان زوجها اعلى منها فشافت الرؤية دي. ارتداء الحذاء فردة وفردة، يعني ان انا مثلا اشوف نفسي لابس فردة واحدة وماشي في المنام، فردة واحدة ورجل التانية ما فيهاش حذاء، يدل على عدم تمام السفر. انت شخص بتدور على سفر، ولو شفت في المنام ان انت شفت نفسك لابس فردة واحدة وماشي والفرد التانية ما فيهاش حذاء، اعرف ان موضوع السفر اللي انت فيه ده لن يتم. وقيل عدم اتمام مشروع تجاري، يعني مثلا واحد ما عندوش سفر، ما بيسافرش، وشاف اللي هو ان هو ماشي بفردة وفردة تانية مش موجودة، نقول له عدم اتمام السفر ايه ده بقى؟ لا ما ينفعش طبعا. فعلى حسب حالة الرأي، على حسب حالة الرأي كده أوضح وكده أسهل. شوف أنت بتعمل إيه مش هيتم،
شوف انت بتعمل ايه في حياتك الحقيقية، مش هيتم لو شفت نفسك ماشي بالفردة والفردة التانية لا. طيب الحذاء بقى على حسب نوعه، يعني مصنوع من ايه؟ الحذاء لو كان في المنام من خشب يدل على الشقاء والعناء. ايه حذاء من خشب؟ وفي حاجة اسمها حذاء من خشب؟ متفقين يا جماعة ان الاحلام ليست لها قاعدة، فلو انت شفت الحذاء من الخشب يدل على ان انت انسان هيصيبك شقاء وعناء وصعوبات في الطريق كبيرة جدا. اذا كان من الجلد وده الطبيعي فهي محمودة تدل على الرزق، واذا كان الحذاء من الفضة يدل على حسن الخلق والسمعة الطيبة للرائي لصاحب الرؤية، واذا كان الحذاء من نار يدل على أنك إنسان فاسق أو إنسان ظالم. وإذا كان سبحان الله، إذا كانت الرؤية للمرأة تدل على أنك امرأة فاسقة أو ظالمة، اللي هو إيه بقى؟ لو شافت الحذاء مصنوع من النار. وإذا كان من الكتان يدل على أنك امرأة عابدة، وإذا كانت الرجل كذلك يدل على أنك رجل عابد تقي قريب من ربنا سبحانه وتعالى. آخر حاجة لو كان الحذاء من القطن، دي خاصة بالتعليم، إن أنت شخص بتحب التعلم أو إن أنت إنسانة بتحبي تتفوقي في التعليم. دي كانت كل الرؤى الخاصة اللي حاولت أجمعها يعني بالنسبة للحذاء الضيق والواسع في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.